لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيكشف عن وجهي، يقول لا ما له وجه. لما يقول يضحك ربنا، يقول لا ما يضحك ربنا. تكذيب للقرآن، تكذيب للسنة. فأنا أستفيد أني أنا أعرف أن، وذاك الصحابي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. ارتاح لهذه الكلمة أن الله يضحك سبحانه وتعالى، فارتاح على قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. توكلنا على الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونواله. ولذلك قال الصحابي لن نعدم خيرا من رب يضحك، حديث ضعيف، وأنتم بحديث الضعيف لا تأخذون بفضائل الأعمال فضلا أن تأخذون فيه بالصفات. هذا أولا. ثانيا، الكلام ليس في إثبات صفة الضحك، لأنه جاء في حديث آخر يضحك الله لرجلين كذا إلى آخره، حديث البخاري. إنما ما أحد قال من الأشاعرة روى هذا الحديث وقال قال لا ربنا ليس كذلك، لا يضحك. ما أحد، من يتعمد هكذا أنه الباري عز وجل يقول كلمة ويأتي واحد ينفيها، يقول جملة ويأتي واحد ينفيها؟ إيه الفوزان، تذكرتها هي الفوزان، مرة في كتابه هذا إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد، لما جاء إلى قوله تعالى عن عيسى وكلمته ألقاها إلى مريم وروحها منه، قال عيسى ليس هو الكلمة إنما هو مخلوق بكلمة الله. إيش رأيك؟ الله بيقول وكلمته ألقاها إلى مريم وروحها منه، يقول لك لا، ليس عيسى هو الكلمة بل مخلوق بكلمة الله. طيب إذا أنت قلت مخلوق بكلمة الله، إذن ما الميزة لعيسى عليه السلام؟ وهذا اعتراض اعترضه أحد النصارى المعاصرين، هذا اسمه رشيد أو وحيد من وين، لما تناقش مع هذا الشيخ، هذا شو اسمه، هذا كان السقار، هذا قال له إيش، طيب ما قال له هذا النصراني، قال له طيب ما هو الخنازير مخلوقة بكلمة الله اللي هي بكلمتكم فضلا عن السماوات والأرض، إيش الميزة لعيسى؟ ما هو عيسى كما أن الناس يذهبون إلى آدم لما يستغيثوا بالأنبياء في يوم المحشر، كما في حديث البخاري، هذا سنأتي عليه في قضية الاستغاثة، قالوا يقولون لآدم أنت خلقك الله بيده، أيضا يأتون إلى عيسى يقول أنت كلمة الله. طيب أنت لما قلنا أنه لو كان لما خلقت بيدي، هذا استشهد فيه الخميس، لو كان معناه لما خلقت بقدرتي، إذا ما ميزت آدم على إبليس، ما هو إبليس مخلوق بكلمة الله. طيب ما هذا الاعتراض يلد هنا أيضا، إذا كان عيسى مخلوق بكلمة الله، ما ميزت عيسى على بقية المخلوقات؟ ولذلك البخاري في خلق أفعال العباد قال عيسى وآدم خلقه الله بكلمة كن، لأنه إيش قال الباري عز وجل؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه ما بشوفها الوهابي، عرفت شلون؟ يقول لك لما خلقت بيدي. طيب ما في هذه الآية، وفي آية ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هاي في سورة الأعراف، يعني أنه مش ضروري أن يكون خلقت لأني خلقت بيدي تسجد، لا، إذ أمرتك، مجرد أنا أمرك أن تسجد له. طبعا هذا أمر الله لآدم للملائكة أن يسجدوا لآدم، أيضا هذا يطيح بتوحيد الألوهية عند الوهابي وتعريفهم بالعبادة واللخبطات اللي عندهم الطويلة العريضة. يبقى أن نقول يعني أنت ماذا تستفيد من قضية، تقول ماذا نستفيد من قضية إثبات الصفات، أنه نستفيد أنه نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفى الله عنه لنفسه. إذا أثبتها باللفظ الذي أثبته ما في مانع، لكن أنت تزيد على ذلك كلمات من عندك أو تفسر تفسيرات من عندك نوثق. لاحظوا أخوان الكرام، هذا كتاب التمهيد لابن عبد البر، في الحديث الصحيح أنه يضحك الله إلى رجلين، لاحظ هذا الحديث، يقول ابن عبد البر فمعناه يرحم الله عبده عند ذلك ويتلقاه بالروح والراحة والرحمة والرأفة. لاحظوا لك، وهذا مجاز مفهوم، لأنه في واحد من الوهابي قال لي لا هذا يقصد هنا يعني لازم الصفة، بيقول لك هذا مجاز،
أقول لك هذا مجاز مفهوم. أشوف مثلا هون هاي قضية شوف خلق أفعال العباد. شوف هاي هون بيتكلم عن إنما المسيح عيسى رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. لاحظ شو بيقول لك هون، وإنما خلق الله عيسى بالكلمة لا أنه الكلمة. هذا هون كمان الفوزان يقول لاحظ يقول هذه الكلمة. هذا شوف إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لصالح الفوزان. لاحظتم إيش بيقول لك؟ لاحظ وكلمته إلقاء إلى مريم، لاحظ الكلمة قول الله تعالى لعيسى كن، لأن عيسى وجد من غير أب بل وجد بكلمة كن وليس هو الكلمة. شو أنت بتقول لي الله يقول ثم استوى، أنت تقول لا لم يستوي. الله يقول أنه كل شيء هالك له وجه، تقول لا ليس له وجه. معناك أنت تفتري على الأشاعرة، ما أحد قال به، أنتم الذي وقعتم به. لاحظوا هو بيقول وكلمته ألقاها إلى مريم، أنت بتقول وليس هو الكلمة. أكثر من ذلك قبل أن نذهب نكمل هون، شوف وإنما خلق الله عيسى بالكلمة لا أنه الكلمة. طيب ماشي، نحن معكم أنه خلقه بالكلمة كن، عشان ما يقول والله أنت إيه إذا مع النصارى تقول عيني هو عين الكلمة. لا أنا بس حتى أبين كلها أنكم لابد لكم أن تؤولوا. شو إيش بيقول لك بعدين بالأخير؟ قال وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم شو إيش بيعلق البخاري؟ بيقول لك فخلق عيسى وآدم بقوله كن. هاي عرضتها للوهابي فصدموا فيها على المجموعات. وين بتقولوا انه لما خلقت بيدي؟ طيب بيقول لك احسن، او انتم تقولون انه افضل تفسير للقران تفسير القران بالقران. هذه يقولها ابن تيميه، اريكم اياها. لاحظوا هون شوف، ولهذا كان من احسن طرق تفسير القران الكريم تفسير القران بالقران ثم باقوال الصحابه. يعني هذا تفسير القران بالقران مقدم على اقوال الصحابه، شوفوا حتى مقدم على السنه. لاحظتم؟ إيه طيب طبي هذا هون، لذلك بيطلع عليك مثل ما قال، بيطلع معك مثل ما قال البخاري انه هو عيسى وآدم خلق بكلمة كن. هذا فضل عن انه ما منعك الا تسجد اذ امرتك، انه الامر من الله هو بحد ذاته ايش انه هو موجب للتطبيق، وبيكون انه ما إيه لما خلقت بيدي يعني بغير واسطة مثل عيسى. ان مثل عيسى عند الله إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني اثنين بدون واسطة، مع أن طبعا آدم من غير واسطة من باب أولى لأنه بدون أم ولا أب، أما عيسى بأم فقط. طيب شوف هاني الشيخ العثيمين شو بيقول لك هون، أنه هل يوصف الله بالنسيان؟ بيقول لك النسيان إذا كان بمعنى الزهول عن الشيء، بيقول لك لا هذا ما هذا لا منتفع عن الله. طيب مع أن الله يقول شوف نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. طيب على كلامك بتقول ها الله بيقول نسوا الله فنسيهم، قال فوزان بيقول لك لا مش ما لا لم ينسهم. الله لا ينسى، لأنه هو بيقول لك هون منتفع عن الله. أنت بتعتبر هذا تكذيب للقرآن، بتقول لي لا بس هون النسيان له معنيان، معنى الذهول هذا منتفع، ومعنى الترك عن عمد. ليش الترك عن عمد صار اسمه نسيان؟ صار مجاز يعني، عرفتم؟ وأنا بقول لك كمان الاستواء بمعنى الجلوس هذا منتفي، والاستواء بمعنى الاستيلاء وبمعنى هذا وبمعنى القهر هذا ثابت لله. بتنازعني أنه لا يأتي بمعنى الاستيلاء، هذا أمر آخر. لاحظتم؟ أنه خلينا نتفق أنه أحيانا الكلمة لها أكثر من معنى، إذا نفيت أحد المعاني لا يعني أن نفيت الصفة. لاحظتم؟ هون شوف أكثر من ذلك، الأحمد يقال له شوف إن رجلا أقول قال إن رجلا قال أقول كما قال الله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. يعني تصور بيقول لك ما أقول كما قال الله، كل شيء هالك إلا وجه. وأنت قلت له إيش؟ قلت له لا هذا ذي السين. بيقول لك شو؟ بيقول لك أقول كما قال الله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره كما قال الله تماما. بيقول لك لا هذا الكلام الجهمية. تفضل هل أشاعرة قالوا هذا أنه مجرد ما تقول ثم استوى على العرش يقول لك هذا مجسم؟ لا، احنا بنقول لك مجسم إذا قلت على ظاهرها وقلت الله جسم ويجلس و إلى آخره.
نكمل الحلقة القادمة الحمد لله. لكن طبعا في هون تتني انه الوهابي انكروا على ابن عبد البر. شوف لما قال فمعناه يرحم الله بيقول لك قد تأولها غير ظاهرها وفسرها بأثرها، وبيقول لك انه ايش انه هذا مع انه هني نفسهم بيستشهدوا بابن عبد البر انه لما قال انه اهل السنه مجمعون على الاقرار بالصفات الوارده في القران وحملها على الحقيقه لا على المجاز. هني نفسهم عم بيستدلوا بكلام ابن، لانه هو نفسه فعلا بيقول هذا الكلام هون. شوف مجمعون على الاقرار بالصفات الوارده لاحظ على وحملها على الحقيقه. طيب انزل لتحت شوي، انزل لتحت شوي، شوف ايش بيقول لك. مع انه انت نزلت، اذا نزلت لتحت شوي شوف بيقول لك مالك كان يقول على من يتلو وهو السميع البصير ويشير الى عينه واذنه انه شوف قطع ذلك منه لانه مشبه. هذه الوهابية بيهملوها، هذه مثل ما قلنا لكم اياها، جبنا لهم اياها، رددنا فيها على ابن شمس لما قال لا ما حد من الائمة قال هذا الكلام، ردنا على الشيخ علي يعني لاحظ. وهاي بيجيبوها من فوق. واكثر من ذلك هاي قضيه هون التاويل، لما جاب هون تاويل لاحظ لما هون اول الضحك بالرحمه لا قالوا لا هنا خالف اهل السنه وخالف، مع انه قبل شوي كان عم بيقولوا لا هو ممثل اهل السنه وهو من اهل السنه. شوف لذلك بيقول لك انه هذا هون ابن عبد البر انه هذا شوف قد خالف الصواب في ذلك. لاحظ الشبهة عرضت له كما عرضت لمن قبله، لاحظ صار هون ليس ممثل اهل السنة. اخيرا فقط هذا هو الحديث الذي استدل به، لاحظ لن نعدم من رب يضحك خيرا، لاحظ انه اخرجه احمد وفي اسناده ضعف، لاحظ لانه فيه وكيع ابن حدس وهذا لا يعرف، وفيه طبعا انه فيه له متابعه لكن فيها رجلان مجهولان، هذا السمعي ودلهم، هذا لاحظ انه لم يذكر لهما جرح ولا تعديل، ومع ذلك ابن القيم قال هذا حديث جليل تنادي جلالته وعظمته على انه خرج من مشكان النبوه وانه الامه تلقته بالقبول، وانه شوف لما الحديث بيعجبون بيقول لك، لما الحديث بيعجبون بيقول لك ايه خلاص بغض النظر عن سنده، وإذا ما عجبهم بيقول لك أين الإسناد من الدين، ولما من لم يقل ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. نكمل الحلقة القادمة الحمد لله.